للمزيد ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من دبي السيد أيمن عيتاني والمتخصص في تكنولوجيا المعلومات. أهلا بك معنا في ألوان الشرق وعلى شاشة الشرق لليوم. ابتسامة جميلة، سنعلم إذا ما كان سيجنال وراءها أو واتساب. تطبيق سيجنال للمراسلات يتوقف عن العمل مؤقتا بسبب زيادة الإقبال، هذا كان مبرره بالنسبة لسيجنال، وذلك عندما واجه صعوبات فنية. تقنيا بداية، إلى أي مدى هذا مسموح من قبل سيجنال والتي تشهد حاليا إقبال؟ ينظر أيضا للأمر أنها فرصة كبيرة لسيجنال أن يتربع على عرش تطبيقات المراسلة بعد الجدل الذي حصل مع واتساب. هلا هديد اللي صار مع سيجنال هو حلم حيلا حدا بالتسويق، بالتسويق كثير صعب اذا في اشخاص معودين على منتج معين انه ينقلوا على غير منتج، فاللي صار مع سيجنال هو حلم تسويقي لانه في عدد هائل من المستخدمين يلي عاده معودين على واتساب وكل يوم بيستعملوا واتساب وهن بدهم واتساب وصار لهم سنين بيستعملوا. هلا فجأة بفترة وقت كثير قليلة حولوا عم يجربوا منتج جديد اللي هو منتج جديد عليهم اللي هو سيجنال، يعني بعدد الكبير يلي ما قدر يحمل هذا العدد الكبير من الناس، هلا وقف شوي ما كثير بس قدر يحمل العدد الكبير من الناس يلي عم تستعمله. طيب، إلى أي مدى قرار واتساب بتأجيل طرح الخصائص الجديدة وما يحدث مع سيجنال الآن يعيد الكفة إلى واتساب؟ هلا هديل يعني بالاعلام صار في توعيه كثير كبيره، يعني دوري اللي حضرتك عم تلعبيه وزملائك عم بتخبر الناس اكثر واكثر عن التوعيه المعينه لهالخصوصيه واستعمال المعلومات الخاصه بتطبيق واتساب، وصار في تداول كثير كبير، وهذا عمل ضغط على اثنين، عمل ضغط على مؤسسه واتساب وكمان عمل ضغط على الاشخاص، لانه مؤسسه واتساب قالت لهم كان معكم بس لشهر اثنين يعني كم اسبوع، واذا ما وافقتوا بينتهي خدمة واتساب لكم، يعني لما نحن أصحابنا عليه ورسائلنا عليه صورنا فيديوهاتنا كل شيء عليه، فهذا عمل ضغط على الجميع يكون موجود. هلأ تأجلت لشهر 5، والهدف من تأجيل هديل هو بيعطي وقت أكثر لواتساب لتوضح للأشخاص هيدي شو هي هيدي المعلومات، كيف طريقة استخدامها، كيف بيأثر عليهم، شو تغير شو ما تغير، فهيدي بخفف الضغط الموجود هلأ بفترة قليلة يلي موجودة كان لأول شهر 2. طيب، إلى أي مدى واتساب هو بحاجة إلى خاصية مميزة وجديدة لينقذ بها مستخدميه ويجعلهم يقبلون بشروطه دون تردد؟ هل ممكن أن نشهد هذا من قبل واتساب وتكون بالفعل تعمل عليه؟ هلا واتساب يلي في عنده استفاده كثير اكبر من غير التطبيقات انه لينجح بده يكون اصحاب، يعني اصحابنا عليه، اصحابنا بدوام العمل، الاقرباء كله عليه، فحتى لو رحنا على سيجنال وتليجرام اذا ما في غيرنا هنيك او ما في عدد كافي من الناس هنيك حنضطر نضل بواتساب، فهذا عنده استفاده منه. وثاني شغله واتساب هلا بهذا كل الحكي والضغط اللي صار هلا رح يكونوا اوضح اكثر بكثير لشو هن المعلومات اللي عم يستخدموها، وهذا بيريح شوي اكثر الناس تضلها تستخدمه وحيضلوا يستخدموه، يعني هو تطبيق فعال وفي استعمال كثير كبير له، يعني فصعب الناس تتركه يعني مثل ما بيقولوا. طيب، الى اي مدى الخصوصيه هي السبب الرئيسي للهجوم على واتساب؟ الى اي مدى ايضا هو تحدي هام بالنسبه لسيجنال للتركيز عليه وبذلك تكسب مستخدمي واتساب؟ هلا هو لانه واتساب من ضمن عائله فيسبوك، عائله فيسبوك نعتبر هو تطبيق الازرق وانستغرام وواتساب، وهيدي العائله الكبيره مردود الاساسي هو مردود دعائي، فلانه واتساب من هيدي العائله بيكون في ضوء عليه اكثر من غير تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال يلي مردوده بطريقه ثانيه ومنه دعائي هالقد مثل ما هيدي المؤسسه، منشان هيك عم بيتسلط الضوء اكثر على واتساب وبمشاكله وبالخصوصيه اللي عم نحكي فيها هلا. كيف لسيجنال ان يكسب ثقه المستخدمين؟ هل عن طريق تعزيز خصوصيه جديده لديه أو يستلزمه المزيد من تعزيز خصوصيات جديدة مميزة لكسب الشريحة العامة من المستخدمين؟ هل هنالك تحدي أمام سيجنال؟
هو سيجنال عنده فرصه كثير كبيره هلا، وبيقدروا هن يستفيدوا منها بطريقتين. اول طريقه يوضحوا اكثر كيف هن خصوصيتهم كثير غير عن واتساب، لانه في فرق شوي باستعمال المعلومات، هذا واحد. اثنين، لازم يقدروا يتواصلوا مع الناس، يعطوهم تفاصيل كيف هو الناس معوده تستعمل الرسائل النصيه، الرسائل الصوتيه، يعني في كثير خاصيات معينه معودين عليها. بيقدر اذا يوضح لهم كيف بيستعملوها بطريقه سهله وهينه، بيقدر انه يستقطب عدد اكبر ويستعملوها على صعيد يومي اكثر. سريعا، ماذا تنصح وماذا تستخدم، سيجنال او واتساب؟ واتساب في بهرب منه، كل الناس عليه. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر تطبيق زوم من دبي السيد أيمن عيتاني والمتخصص في تكنولوجيا المعلومات، شكرا لتواجدك في ألوان الشرق لليوم، شكرا جزيلا.